وقال: كان لإنسان ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني الحصة التي تخصني من الميراث. فقسم لهما كل ما يملكه. وبعد بضعة أيام جمع الابن الأصغر كل ما عنده ومضى إلى بلد بعيد، وهنالك بذر حصته من المال في عيشة خلاعة. ولكن لما أنفق كل شيء اجتاحت ذلك البلد مجاعة قاسية، فأخذ يشعر بالحاجة، فذهب والتحق بواحد من مواطني ذلك البلد فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. وكم اشتهى لو يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فما أعطاه أحد. ثم رجع إلى نفسه وقال: ما أكثر خدام أبي المأجورين الذين يفضل عليهم الخبز، وأنا هنا أكاد أهلك جوعا. سأقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك، اجعلني كواحد من خدامك المأجورين. فقام ورجع إلى أبيه، ولكن أباه رآه وهو ما زال بعيدا، فتحنن وركض إليه وعانقه وقبله بحرارة. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وأمامك، ولا أستحق بعد أن أدعى ابنا لك. أما الأب فقال لعبيده: أحضروا سريعا أفضل ثوب والبسوه، وضعوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأحضروا العجل المسمن واذبحوه، ولنأكل ولنفرح، فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد. فأخذوا يفرحون. كان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء واقترب من البيت سمع موسيقى ورقصا، فدعا واحدا من الخدام واستفسر ما عسى أن يكون ذلك، فأجابه: رجع أخوك، فذبح أبوك العجل المسمن لأنه استعاده سالما. ولكنه غضب ورفض أن يدخل، فخرج أبوه وتوسل إليه، غير أنه رد على أبيه قائلا: ها أنا أخدمك هذه السنين العديدة ولم أخالف لك أمرا، ولكنك لم تعطني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما عاد ابنك هذا الذي أكل مالك مع الفاجرات، ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا بني،
أنت معي دائما، وكل ما أملكه هو لك. ولكن كان من الصواب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد.